اليوم إن شاء الله عندنا الفصل التاسع من كتاب النحو، اللي هو بالأصل الفصل الثاني. زين، طبعا هذا الفصل يعني فصل سهل. بالبداية تعريف الكلمة، شنو الكلمة؟ هذا ماخذ الأساسيات، يعني الكلمة شنو؟ هذا مجرد يعني دينطة تعداد للكلمة، 1 2 3 4، يعني مو اصلا مو مهم هنا. هذا المهم، راح نجي على انواع الكلمه، simple and complex words. بالبدايه يقول لك English word may classified on basis of kind and combination of morphemes of which are composed. We shall adopt classification of three main classes. اذا باللغه الانجليزيه عندنا 3 انواع بالكلمات، عندنا simple وعنده complex وعنده compound words. نجي على simple. السمبل يعني اقول لك شنو simple word؟ consist of single free morpheme. اذا السمبل هي تتكون من مورفيم واحد، واحنا عرفنا لكم المورفيم مسبقا، مثلا slay, long, separate والى اخره. واضح؟ هذا تعريفه ومثال عليها مهم. ممكن يجيك سؤال شنو انواع الكلمات؟ نجي complex word، كلمات المعقده اللي هي contain as their immediate constituents either two bound morpheme two bounds morpheme or bound and free morpheme. اذا هي اما تتكون من two bound morpheme، يعني morphemes من نوع الباوند، او تتكون من باوند وفري مورفيم. وهذه الأمثلة جدا مهمة عليها. هذا النوع الأول اللي هي ذا تو باوند مورفيمز، هذه الأمثلة، هذه الأمثلة مهمة جدا. أو أن تتكون من باوند زادا فري. ممكن أقول لك أعطيني أمثلة، ممكن أجيب لك فراغ، أعطيني أمثلة. سمبل وورد، مثال ثاني تو باوند فورم، تو باوند كومبلكس وورد، أو يقول لك bound and free morphemes of complex word. وانت راح تكتب لهذا النوع مثال واحد. هذا هنا طبعا قسمه هو مثل weekend، ايضا هذا مثال اخر. واضح؟ انت تحفظ الامثله. راح نجي على هذا التمرين. هذا تمرين جدا سهل، والحل مالته موجود بنهايه الكتاب مثل ما قلت لكم دائما. تاخذ الكلمه شنو اصلها، سمبل complex، شنو السالفه، وتجي انت تكتب هنا هذه هسه مثل هذه شنو، يعني هسه مثل هذه انيبل شنو نوع هواء الى اخره. التمرين موجود وما يحتاج اشرح لكم اياه، مبين تحفظون حفظ. هذا حصة الجراف، هذا مبين. اثنين، نجي على الكمباوند ويردز. ببساطة النوع الثالث اللي هو الكمباوند ويردز، النوع هذا عبارة عن شنو؟ نوع الكمباوند ووردز، هذا النوع يتكون من كلمتين، كل كلمة لهن معنى خاصة بيها، ندمجهن سوية وراح ينتجلنا معنى جديد. outside، no show، override. إذن هذني كل واحدة لهن معنى واحد خاصة بيها، بس من ندمجهن سوية انتجلنا إلى مفردة جديدة لها معنى جديد. واضح؟ هذا مقصدي. بتحفظ التعريف وتحفظ عليهم مثالين ثلاثة. نجي الكمباوند وورد، يعني انا شلون اسوي كمباوند وورد بكيفي؟ انت مو بكيفك تسوي كمباوند وورد، اكو فد قواعد خاصه، اكو فد يعني في الترتيب خاص للكمباوند وورد. يعني انا مو بكيفي اجي احط اي كلمتين اصير كمباوند وورد. كمباوند وورد لها فد قواعد اللي هي ترتيب سبجكت زائد فيرب. ممكن يكون سبجكت زائد فيرب هذا النوع الاول من الكمباوند وورد، مثال earth quake، أو يكون verb زائد an object، أو يكون verb زائد an adverbial، أو يكون subject زائد an be زائد an adjectival، أو يكون subject. هذين كلهن تحفظهن وتحفظ عليهن أمثلة. واضح؟ كل واحدة وياها تحفظها وياها أمثال. زين، هنا إيش قايل لك؟ using binary number given above indicate the number of grammatical structure employed by each compound word. هنا منطيك هذه الكلمات المركبة، ايش قايل لك؟ قايل لك ذني يا نوع من عدهن، يا نوع يعني
اللي هي verb زائد an object, verb زائد an adverbial, subject زائد an be زائد an adverbial. انت راح هذا المثال التمرين ايضا محلول, ما يحتاج اقول لكم اياه, حل ما تو موجود بنهايه الكتاب, تكتبه يمك وتحفظه حفظ, التمرين يجيك نصا ان شاء الله. زين زين. Compound word can be distinguished from grammatical structures in three ways. زين يقول لك هذا التركيب اللي هو اسمه compound word احيانا قد يشتبك ويا من يشتبك ويا تركيب الجملة, يعني تركيب الجملة العادي. زين شلون اميز بيناتهم؟ يعني هسه مثلا هسه خلينا نفرض عندكم هذا المثال, مثال هسه مثلا اقول لك girlfriend, girlfriend is a girl, هذا التركيب وهذا هو هذا بالاصل. شلون اميزه عن كجملة, يعني هذا شلون اميزه عن هذا الجملة العادية اللي هي مثل هذه, وشلون اميزه؟ منطقي قواعد. اولا compound words cannot be divided by insertion of inverting material between two parts but grammatical structure can be divided. ها يعني شنو؟ يعني يقول لك الكومباوند وورد نقدر الكومباوند وورد ما نقدر نقسمها. يعني هسه انا مثلا انا عندي rough and ready, هذه هيك موجوده ما اقدر اكتب كيفي. يعني هسه هذه workman ما موجودة فاصلة بيناتن, إذا أحط فاصلة بيناتن هذا مو compound word. فيقول لك أنت مو كيفك تجد. إحنا هنا عدنا الcompound word لها قواعد خاصة بيها. يعني هنا ماكو فارزة لازم ما أكتب فارزة مو بكيفي. فأنا يقول لك أنت ما تقدر تقسمها, بس هاي ممكن تقدر أترك مجال بيناتن وإلى آخره. القاعدة الثانية number of compound word cannot be participate in the grammatical structure. Number of compound words يقول العديد من الكومباوند word ما تقدر تشترك بالستراكتر, ما تقدر تسوي, يعني ما تقدر تخليها كأنها ستراكتر. واضح؟ يعني خلينا نقول يعني هذا ما تقدر تنطي معنى خاص بها, يعني وحدها ما تقدر تشترك أن تكون يعني عضو من عنده وتنطي معنى وحده بدونه, يعني هيك جزء خاص به. يعني هي خلينا نقول هي عبارة عن نوع من المفردات, نوع من الكلمات. فهذا اللي يقصد به, انت واجبك انه تحفظ هذه, تحفظها. واضح؟ مثال عليها it was a very hard ball but one cannot say it is a very baseball. تشوف يعني هنا, يعني انا هنا اشوف هسه هذا baseball, هذا baseball معناها كرة, يعني بيسبول يعني كرة البيسبول, يعني هي نفسها نفس المعنى. بينما هارد بول يعني it is a very hard ball, يعني شنو؟ يعني خلينا نقول هذه تقدر تشترك ولها معنى, لها معنى, لكن هنا ما تقدر تشترك. يعني ما اقدر اقول اني It was a very baseball, مستحيل أقدر أوصف هيك شيء. بس أنا أقدر أقول هذه الطابة قوية, يعني ما أقدر أقول it's very baseball. هذه مركبة بينما هذه مو مركبة. تشوف خلينا نقول لها معنى خاص بيها هذه الكلمة الستراكتر, بس البيسبول هذه اللي هي الكلمة الكمباوند وورد يعني معناها خلينا نكون مخصصة بشيء محدد. يعني دائما تكون اسم, اغلب الاحيان تكون اسم, يعني على شكل اسم, يعني ما نقدر نستخدمها اكثر من استخدام. هذا المقصود بها. نجحنا على القاعده الثالثه some compound nouns you may recall have a stress pattern that distinguishes them from metaphor plus a noun in which structure carried a stress pattern for the same reason swimming teachers is a different from swimming teacher. تشوف هنا اكو يعني هذه الشوارح اللي موجوده فوق, يعني يقول لك ممكن احنا عن طريق هذا الشيء نقدر نعرف. هسه شوف هذه شلون كتبت هنا swimming teacher, شوف هذا شلون كتبت, شوفها ممكن اقول لك عن طريقه ممكن تقدر تميز. زين تحفظ انت القران. طبعا الفصل التاسع مو كلش مهم صار طبعا, واغلب الاساتذه يعني ما يركزون عليه, بس احنا و
واجب ان انا اشرح لكم اياه. هذا تمرين نفس الحاله، منطق كلمات وقال لك بين لي اذا كانت جي اس سي دي او جي اس. تعرفون شنو سي دي؟ تعرفون شنو جي اس؟ يعني سي دي جي اس كومباوند وورد وكراماتيكال ستراكشر. واضح؟ راح نجي على الاولى هارد توب. من تشوف ماكو فارزه بيناتن، يعني انطيك فد ملاحظات، من تشوف ماكو فارزه بيناتن يعني ماكو فتحه بيناتن، هذا دائما تكون كومباوند وورد. الثانية اكو فتحة، اي اذا اكو فتحة هذا شنو هي؟ grammatical structure، يعني تركيب قواعدي، بس هذا compound وير كلمات مركبة. راح نجي على الثالثة. تشوف اكو ذن الفوارز، هذا من نشوف compound word. انا شوفه ماكو فوارز فتحات عادية، يعني مسافات سبيس عادي. دائما انت من تلقى سبيس عادي هذه شنية شو تعتبر؟ يعني خلينا نقول من تلقى كلمة عادية بدون اي شيء بتعتبر هذه grammatical structure جي اس. ومن نشوف كلمة يعني بها كلمات مدموجة معا، هذه راح تكون مباشرة compound word. واضح؟ هسه هذه مثلا التاسعة دي تشوف هنا، اذا هذه شنو هي؟ compound word. هذا شوفها ما بيها عادية، اذا راح تلقى grammatical structure والى اخره. انا قلت لكم تشوفون هذه اللي بيها هنا الفتحة، هنا تكون الفارزة اللي شوف شلون موجودة، هذا ايش تقول؟ قلنا compound word. واللي فتحتها تكون على جهة اليسار، هذه شوفوها يعني متجهة على جهة اليسار، هذه grammatical structure. واضح؟ التمرين هذا هم نفس الحالة، بس هذا شنو يعني منطيك الكلمة او ايش قايل لك؟ قايل لك يا اما simple word يا اما complex word يا اما compound word يا اما grammatical structure. تمرين سهل موجود الحل مالته، ما يحتاج لاي شيء، تحفظ حفظ وعلى الملاحظات قلت لكم اياها. واضح؟ الحل مالته هذا وين ايضا؟ هذا وين الحل مالته موجود، كتبت لكم اياه هنا. زين خليكم علي مثال واحد على مود تشوفون. خلينا ننتقل على الاولى، نجي على الاولى. الاولى شنو حلها؟ كومباوند وورد. شلون عرفتها؟ شوف الفتحات مالتها، انا قلت لك هذا الفارزه مالتها، من تتجه على اليمين هذا الفارزه، شوفها من تتجه على اليمين هذه كومباوند وورد، من تتجه على اليسار هذه كراماتيكال ستراكشر، هذه اكت مبينه هي كلمه واحده سمبل. نجي على الرابعة، شوف الرابعة react. شنو هاي؟ شوفها react، أصلها react يعني هي أصلها act، خلوا لها react ضفوا لها مورفيم complex word. واضح؟ وأتكمل البقية مع فصل كلش سهل وما بيه شيء بسيط، وإن شاء الله استفدت من عنده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.